البنات، نتمنى تكونوا صافا. انا صافا الحمد لله، صحه فطوركم وصحه صيامكم وربي يتقبل من الجميع ان شاء الله. جيتكم اليوم بان نوفيل فيديو بزاف تحبوه وبزاف طلبوه سيغتو المبتدئات، اللي هي دولما ولا كوسه محشي. بزاف بنينه وهايله، تبعوا مراحل تحضيرها، تبعوا الفيديو الاخير. لاول مره تشترك في القناه ما عليها غير تفعل الجرس ليصلها كل جديد. دونجين كوكوت حطيت البصل تاعي، طماطم بعد ما ربيتهم، الثوم وزيت وقانيت لي زيبيس، حطيت راس الحانوت وفلفل احمر وملح ابلوس، ما نحبش نكثر، وشويه من الكركم، وهذه ترجع لكم اختياريه. انا درت في هذه مغصو تاع الدجاج، وانتم على حسب افراد العائله ولا على حسب واش تحبوا، لحم ولا دجاج كيما تحبوا. انا قلت كي عاد راهي بالفيونداشي ندير دجاج. بيبات حمص يزيدوا يعطيوها واحد الكو بنه هايله، سيغتو انا نحب نطيب به الحمص. قولوا لي انتم الا تحبوا تطيبوا به. ومن جهه واحده اخرى جبت هذاك الفيونداشي اللي راح نديروه في الكوسه. هادو حبات جريوات كيما راكم تشوفوا فيهم، بعد ما نقيتهم وقطعت لهم لي كوتي، نمرق بيان سيغ بما سخون ونخليها غير ترفد الغلية. نغلق عليها الكوكوط باه يطيب لي هذاك الدجاج والحمص. هادو حبات الجريوات والبطاطا، بعد ما كنت فيديتهم من الداخل فرغتهم في وين نقدر نغومبليهم بهذاك لافيونداشي. لافيونداشي هذاك تمحالي الفيديو كيف خدمته، درت فيه لي زيبيس كامل مي بالناقص باسكو دايرين في لاصوص، وحبه بيض وخلطته مع بعضه وحشيته في هادو الحبات. عاودت لقيت البارتي اللي قلت لكم عليه، ما عليكم غير تتابعوا الفيديو الاخير وتستمتعوا، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي كيفاه جاتكم. سلام. مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا.